رسالة لله واحد أمين. الأحد الثاني من الصوم المقدس ينبهنا فيه ربنا يسوع إلى وصية مهمة جدا مهمة للإنسان المسيحي اللي هي حياة التسليم لله. فيبدأ كلامه بقوله لا تهتموا للغد يكفي اليوم شره. ربنا يسوع عارف طبيعة الإنسان إنه شغال الهم وشغلان للهم بيزعج حياته الروحية بيضعف إيمانه ويزعج حياته النفسية يخليه مضطرب نفسيا ويزعج حياته الجسدية لأن ده بينعكس على أيضا على صحته وعلى جسده من شيلان الهم اللي هو عايش فيه. فالمسيح رب المجد بيعلمنا النهاردة في بداية الصوم في الأسبوع الأول إن احنا منشيلش الهم، فيقول لا تهتموا بالغد. وبكرة إن شاء الله في الإنجيل اللي هتقرا علينا بكرة هيفكر لنا في إنجيل متى الإصحاح السادس قد إيه محبة الله لينا واهتمامه وإن هو بيهتم بينا وقعد يدينا أمثلة عن زنادق الحق ولا سليمان في كل مجده كان بيلبس كواحد منها وعن طيور السماء وقد إيه هو بيعلها واحد منها ما يسقطش إلا بإذنه وقال أنتوا أفضل من عصافير وإن كان اللباس الله بيهتم بيه فكان بالجسد بتحكم أهم. كل ده تفسير للآية بتاعت النهاردة ما تهتموش للغد. إن سألت أي واحد النهاردة قلت له أكتر حاجة تزعج الإنسان إيه في الأيام اللي احنا فيها يقول لك أكبر مرض دلوقتي القلق أو الخوف، الخوف من المجهول، الخوف من المجهول والقلق من المستقبل. ولأن الله يعرف إن حياة الإنسان بتدور حوالين جسده فإدانا الموضوع ده، يعني القلق أصلا كله بيدور حوالين الجسد حتى لو أحيانا يبان لينا إن هو حوالين أمور معنوية في العالم لكن هي متعلقة بحياتنا الجسدية. عشان كده الصيام النهاردة بيعالج الجسد مش من موضوع الأكل والشرب عشان نفتكر ان الانقطاع عن الاكل وتغيير الاطعمة هو ده هي دي كل بركة الصيام. لا، ده المسيح بادي معانا بيعلمنا ان الجسد له هم كبير خالص فعاوز يقول ما تهتموش بالجسد لان الجسد ده انا اللي خلقه وعارف اللي فيه وعارف احتياجاته وكل شيء انا بدبرها. لا تهتموا بالغد زي ما قلت لك ان الاهتمام مرض نفسي روحي لانه بيساوي ضعف ايمان ونفسي لانه بيسبب قلق وخوف وجسدي ايضا لأن ده بينعكس على الجسد وبص تلاقي من أمراض القرن العشرين الأمراض العصبية وانعكاسها معرفش يقولك على أجهزة الجسم والجهاز الهضمي ومش عارف إيه
ويقول لك سبب ده كله ايه؟ القلق. فاصبحت حتى الحاجات النفسية بتسبب امراض جسدية بيعيش فيها الانسان النهاردة. نصيحه ايه؟ لا تهتم بالغد، يعني اعيش من غير هم خالص. وهالعملية الحكاية دي ابتدى المسيح يمشي معنا خطوة خطوة. من منكم اذا اهتم بنفسه يستطيع ان يزيد على قامته ذراع واحد؟ هل في حد منكم قدر يطول نفسه ذراع واحد؟ من منكم يقدر ان يحول شعرة بيضة لشعرة سود؟ اما المحدث قال شعور رؤوسكم انا حصيها. وبعد ده لما ترجعوا معايا كده لرحلة التلاميذ وهم في بداية خدمتهم، ايه شروط الارسالية دي؟ عاوز يا رب تلاميذك اللي هيحملوا الكرازة للعالم يكونوا شروطهم ايه؟ ثقافتهم ايه؟ درجتهم العلمية ايه؟ قال الشروط بتاعتي: لا تحملوا كيس ولا مزود، بس كيس اللي فيه الفلوس ومزود اللي فيه الاكل. لا تحملوا كيس ولا مزود. وحاجة تانية كمان، ما تشيلوش معاكوا عصاية للطريق، لا كيس ولا مزود ولا عصا. في انجيل تاني قال خدوا عصا يقصد بيها الرعاية، عن العصا ترمز للرعاية، زي العصا اللي تبقى مع سيدنا البطرس مثلا، دي رمز انه راعي او الاسقف. لكن هو قال ما تشيلوش عصا، لا كيس ولا مزود ولا عصا. هل ده صعب الكلام ده؟ قال لهم انا لما ارسلتكم هل اعوزكم شيء؟ هل انتوا في السكه واحد منكم اللي بعد ما طلعت ورجعت واحد اشتكى وجاع؟ قالوا له ابدا. قال ما تشيلوش معاكم كيس. طبعا شؤوننا الماليه هتمشيها ازاي واحنا خدام ليك وسيبنا وظايفنا وسيبنا صيد السمك وبيشتغل عندك؟ قال حوريكوا هتعيش ازاي. كان الرسل بعد يوم الخمسين كان الناس بتبيع مقتنياتهم ويضعونها تحت اقدام الرسل، لان الرسل هم ماشيين كانوا بيمشوا على الفلوس، مش كانوا شايلين كيس. كانوا بيبيعوا مقتنياتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل. وانا منساش مرة في مؤتمر كان عند ماج من كنائس العالم، وطبعا كل واحد بيقول وجهة النظر بتاع الكنيسة بتاعته وازاي الكنيسة عايشة. فواحد القسيس اللي من السويد قال احنا الكنيسة بتاعتنا لها بنك مخصوص اسمه بنك الكنيسة، والبنك ده بيصرف على الكنيسة وعلى احتياجاتها. لقيت لما جه الدور على الكنيسة القبطية قالوا طب والكنيسة القسيس بياكل منين؟ قالنا لهم فيه طبق بيتلم في الكنيسة والقسيس بياكل والخدام اللي بيجي في الكنيسة كلهم بياكلوا منه. قالوا اه، بس في نقطة مهمة. قلت ايه النقطة المهمة دي؟ قالوا لو الناس قل عددهم في الكنيسة ياكلوا منين ويقلوا الإيراد؟ طبعا الكلام معقول منطقيا، لكن طبعا عكس كلام المسيح. ان لما انا ارسلتكم هل اعوزتم شيء؟ تكلموا ليه دلوقتي عن اللي تعيش ازاي وانت بتشتغل عند ربنا؟ لان الرسل الغلابة الصيادين السمك الفقراء دولت كانت الفلوس تحت رجليهم، كانوا بيدسوها، كانوا الناس بتبيع مقتنياتهم ويضعونها تحت اقدام الرسل. وبعدين لما كترت المشاكل المادية في الكنيسة فبطرس وقف قال اختاروا لكم سبعة شمامسة، لان مش كويس ان احنا نترك كلمة الله وناخد النوايا دي. صورة الكنيسة الاولانية: وما تشيلوش معاكم مزود اكل. هل في ليلة من الليالي وانا عايش معاكم ثلاث سنين على الارض
هل في ليلة من الليالي بيتكم من غير عشاء؟ مش دي كفاية ان انا كنت معاكم؟ كل بيت دخلتموه كله مما يقدم لكم. كان ممكن واحد تلميذ شاطر كده يقول له طب يمكن في البيت اللي هنخش ده مش هيقدموا لنا اكل. هيقول له السوق ده انا اللي هحرك قلوب الناس، الاكل انا ببعته للعصافير. بس مشوا بالايمان ده عشان خاطر تكون الكنيسه قويه. ما تشيلوش عصف السكر. قال له طب اذا طلع علينا ديب ولا كلب ولا حاجه ازاي احنا ندافع عن نفسينا؟ هل ما هي دي الكرازه اللي هتكرزوا بيها؟ هيروح واحد منكم كده وهو ماشي في السكه يطلع عليه اسد ده ماري مرض فيرشم عليه علامه الصليب فيموت الاسد ويقع ميت. فيدخل ماري مرقس قريه من القرى عمال ينهج كده وعمال عاوز يقول لهم حكايه. يقول له ايه الحكايه؟ بتكرز لنا بايه؟ ايه الموضوع اللي انت جاي تحكي لكم؟ قال لهم انا عاوز احكي لكم اللي حصل لي في السكه. شوفوا على مدخل القريه بتاعتكم الاسد الميت ده. قالوا ايه اللي موته؟ قال اللي حصل ان انا كنت ماشي وما خدتش معايا عصايه. قالوا له حد يمشي في الصحراء وما ياخدش معايا عصايه؟ قال لهم المعلم بتاعي قال لي ما تشوفش معاك عصايه. فانا مشيت من غير عصايه فقابلني اسد فرشمت عليه علامه الصليب فمات. وهي العصايه كانت هتموت الاسد وتبتدي حياته العمليه هي ديت اللي تبقى الكرازه بتاعته من غير ما يوعد من غير ما يقول لهم ان ربنا بيبقى معانا وبيدافع عنا وبيرعانا وبيحافظ علينا. من غير ما يحكي لهم عدم وجود العصايه معاه هتبقى اكبر دليل على ان ربنا هو الراعي دي. عشان كده المسيح حاول يحط الانسان في دايره رعايته. واخد بالك؟ لما ربنا جه للعالم كان زمان في العهد القديم بيعطي خيرات وبيعطي رعايه وبيعطي نصره في الحروب وبيديهم حاجات كتير. لما جينا في العهد الجديد قام ربنا قال لا انا هديكوا نفسي، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لا تهتموا بشيء. خلص؟ لا، في حاجه واحده بس تهتموا بيها. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه كي تعلم طلباتكم لدى الله. اذا في حاجه بس واحده هنهتم بيها، وجود ربنا معانا والصلاه، ويبقى خلاص يبقى كل حاجه وصلت لايدين ربنا. فالاحتياجاتنا كلها مش عاوز اقول ان ربنا هيساعدنا فيها ورعاهم، لا، انا عاوز اقول النهارده موضوع مهم جدا، ان ايماني انا هيزيد من خلال رعايه ربنا ليا لما ارمي الحمل عليه. يعني انا لما اجرب ربنا وارمي الحمل عليه والاقيه هو بيعتني بيا ايماني انا يزيد. لما التلاميذ ما حملوش معاهم عصايا وبعدين ربنا دفع عليهم حتى من وحش ماشي في السكه، تفتكر ايمان التلاميذ يزيد قد ايه؟ يزيد خالص. لما التلاميذ ما حملوش معاهم كيس وبعدين بقت الفلوس تحت رجليهم يحصل ايه للتلاميذ؟ ايمانهم يزيد. عشان كده احبائي احنا في القرن اللي احنا فيه دلوقتي في عمليه تامين على كل حاجه، لك تامين على الحياه وتامين على معرفش ايه، وحتى الكاهن لازم يامنوا له على كذا ويأملوا له على كذا، وافرض الكاهن مات ولاد ياكلوا منين ولازم نأمن له على الى اخره من الكلام ده. كل ده كلام كويس بنقول فعلا شوف الكنيسه بقت منظمه ازاي وبترتب، بس بيني وبينك من ناحيه ثانيه الايمان عمال ينزل لتحت 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 خالص، لان التأمين بقى تأمين المادي بقى كويس خالص. و فالمسيح ما كانش بيقول لتلاميذه كده كنوع من التجرد تقول لي يا سلام ده المسيح حطهم في موقف صعب؟ ابدا، ده المسيح قال لهم انا مسؤول عن همكم وحشيله، محدش ممكن يشيل حاجه وهيسيب منكم، وبتعبيره هو يقول هذه كلها تزاد لكم، مش حدها لكم، قال ايه؟ هذه كلها تزاد لكم، اطلبوا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. اذا في حاجه نهتم بيها؟ قال اه، اهتموا بخلاص نفسكم، اهتموا بخلاص نفسكم، اطلبوا ملكوت الله وبره. وابتدى ربنا يحط امثله كده، مثل بسيط خالص
يفهموا اقل واحد مننا، بس مين ينفذ؟ قال كده: اذا اديتك العالم كله وعينتك ملك عليه احسن لك ولا تخلص نفسك احسن؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اذا فيه اهتمام. اوعى تقول هو قال لا تهتموا هنا، لا لا تهتموا بالغد في حاجات معينه، لكن رجع قال اطلبوا ملكوت الله وبره. والحقيقه لما تبص لعطيه ربنا يسوع المسيح تبقى عطيه غنيه في المسيحيه بالذات. تقول ربنا بيدينا ايه؟ يديك ايه؟ ربنا عزيزي بيدينا ذاته، ادي جسد ودمه وادي روحه ساكن فيني، مفيش حاجه بعد كده، هذه كلها تزاد لكم. يا رب سامحنا يا ما عملنا خطيه في حقك وفي حق نفسينا لما شلنا همنا وهم حياتنا وهم مستقبلنا وشلنا همهم اولادنا وهم مستقبلهم الى اخره. يا ريت يا رب كنا رمينا كل حاجه عليك، وانت قلت ان يعطى يزاد لكم، يعني مش هديكم يزاد لكم. مرة بولس الرسول بيوبخ أهل كورنثوس، اللي أنتوا بتتذمروا ليه؟ كأنكم لم تأخذوا، أنتوا أخذتوا كل حاجة بعد ما أنقذتوا المسيح، لسه في حاجة ما خدتوهاش؟ ليه بتتذمروا على ربنا وتقولوا له ناقصنا كذا وما اديتناش كذا، مع إن هو اداكوا ذاته؟ الله لم يبخل علينا بذاته. عشان كده يا أحبائي لما احنا كمؤمنين، ما اقدرش اقول لك انا دلوقتي ما تهتمش، تقول لي غصب عني يا ابونا ظروف الدنيا والحياه، لكن لما اوضح لك واقول لك لا ما تهتمش لان انت اخذت معاك المسيح، لما ايمانك يرتفع الى هذه الدرجه ان انت حامل للمسيح، ان انت هيكل للروح القدس، هيحصل في حياتك نشوة روحية جبارة هتعيشك فوق مستوى كل احتياجات هذا العالم. ده بالنسبة للايه؟ للاحتياجات. خلاص النقطة دي، احتياجاتنا كلها كملها لنا المسيح لما قدم لنا ذاته، وانا مش مستعد اطلب من المسيح حاجة الا نفسه. فما تهتموش بالاحتياجات دي، لا الكيس ولا المزود ولا العصر، قلنا بس تهتموا بملكوت الله. اهتم ان انت تكون ملتصق بالله، ان انت تبقى مطمن جدا في حياتك، كفايه بس دي. اخطر ما يهدد حياتك ان انت تنفصل عن ربنا، وفي مفهومنا المسيحي الموت هو الانفصال عن الله مش الموت الجسدي. ولما نعتبر الخطيه بتاعت ادم وحواء ان هم في لحظه من اللحظات حسوا ان لهم ذات منفصل عن الله، والشيطان لما قال لها تاكلان من الشجره تصيران مثل الله، يعني انتوا حاجه وربنا حاجه. قبل كده ما كانوش يعرفوا ان هم حاجه وربنا حاجه، قبل كده كانوا يعرفوا ان هم مش ممكن يكون لهم كيان من غير ربنا، فاذا هم بربنا عايشين ومن غيره مش عايشين. وعلى العكس برضه عاوز اركز على النقطه دي، ان عاوز اسميه الوسط المادي او الاحتياجات الماديه دي مسار لزياده الايمان، او هي الوسط اللي بيتعامل الله معانا فيه عشان يرفع الايمان بتاعنا، يعني يقلل شويه ويزود شويه، يقلل شويه ويزود شويه، ودي عمليه بيشتغلها ربنا عشان ايه؟ يرتفع بايماننا، مش لان هو قاعد يلعب بينا كده. نهتم بس لان احنا ما ننفصلش عن ربنا، لان هو ده حياتنا، اننا مالناش حياه منفصل عنه. النقطه الثانيه من الهموم في العالم التجارب، ده موضوع طويل. التجارب تجيب هم، لكن مره من مرات الرسول يقول احسبوا كل فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعه. بعد ما كانت التجارب بالنسبه للانسان هم، وبالنسبه في العهد القديم تخلي لله عن الانسان، ربنا ساب الانسان عشان كده التجارب حلت بيه، ابتدينا في عهد النعمه يقول لك احسبوه كل فرح يا اخواتي
عندما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر. والصبر يكون له عمل كامل لكي تكونوا تامين في كل شيء غير ناقص فيه. فابتدى ربنا يبعث التجارب دي كل واحد بالمقاس بتاعه يفصل له على قد كده. فانا انت بتروح للترجي وتقول له انا عاوز شقته ولا بنطلون، يقول لك اخد مقاسك الاول عشان لا تطلع من ضيقه ولا تطلع واسعه، تطلع مظبوطه كده. فربنا يعمل ايه؟ يسمح بالتجربه بالمقاس عشان ايه؟ لا تنهار النفس ولا تتعب ولا تسقط، ولكن تستطيع من خلال التجربة ان هي تشوف ربنا. اسأل الثلاث فتية في اطول النار، لهم ايه اختباراتكم في التجربة؟ يقول لك التجربة دي اختباراتنا فيها ان احنا عشنا مع ربنا. طب معانا اسأل بولس الرسول، قل له ايه رأيك في سجن فيلبي؟ يقول لك ده شفت بعينيا فيه ربنا. طب بره السجن انا ما شفتش حاجة، اتفتحت ابواب السجن، راجل السياف كان عاوز يقتل نفسه، قلت له حاسب ما تقتلش نفسك محدش هرب، ورحنا بيته وعمدت عياله وجاب لنا اكل وغسل جراحاتنا ودي انت شايفنا قدامنا. اسأل بولس الرسول لما رجموه كده، قل له التجارب دي عملت لك ايه؟ يقول لك التجارب دي ده انا اياميها صعدت للسماء الثالثة ورأيت امور لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتحدث عنها. بلاش كل الكلام ده. المسيح قال بصبركم تقتنون انفسكم، ومره تانية قال الذي يصبر للمنتهى يخلص. طب هنصبر امتى؟ فين؟ بولس الرسول قال كده، قال نفتخر في الضيق لان الضيق ينشئ صبر. والصبر ده مهم في الحياه الروحيه، قال ده مهم جدا جدا جدا. ده بالصبر يقتني الانسان نفسه، بالصبر يقتني الانسان نفسه. والصبر هو الطريق اللي عليه عنه بتنسكب محبة ربنا في قلوبنا بالروح القدس. لذلك يا احبائي الموضوع المهم دلوقتي في موضوع الهم ان احنا اشوف ايه قصد ربنا وما قصده في التجربة. عاوز ايه ده؟ عاوز ربنا ايه؟ تقول لي وانا يعني هقعد اتنبأ واعرف قصد ربنا ايه في التجربة؟ اقول لك اه تقدر تعرف. بولس الرسول عرف قصده، عرف قال ايه؟ مرة قال كل الامور تعمل معا للخير. ايه يا بولس؟ قال انا اكتشفت، مش الواحد يتعلم من مرة واتنين، اكتشفت ان ما بقتش فيه الهم في التجربة لانها بتتحول لخير. عجيب، كل الامور تعمل معنا للخير صدقني، بس احنا مش قادرين نشوفه ولا هنشوفه هنا ولا هنقدر نعرف كل الاثار بتاعته. بس من ثقتنا في ربنا بقينا نحس ان كل الامور تعمل معنا للخير. مره تانية بقى اكتر قال لا مش للخير وبس، ده انا اصر بالضرورات والضعفات والضيقات والشتائم والتجارب دي، لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. انا اختبرت اكتر من كده، اختبرت دين ربنا في التجربة، واختبرت وقفته معايا، واختبرت قوته معايا. ما بقتش اشيل هم، ده انا ما كنتش بشوفه، ده انا دلوقتي بتكلم عن التجارب بلغة السرور. اصر بالضرورات والضيقات والشدائد والتجارب، حاجة عجيبة خالص. ايوه، امال احنا المسيحيين دي مسيحيين، احنا لنا حاجة اسمها اختبارات روحية، بعرف ربنا بعرف مقاصده. مرة كنا بنتكلم عن مقاصد ربنا، وصلنا بتقرير مهم جدا ان مقاصد ربنا في حياتي وفي حياتك هو خلاص نفسنا. هذا باختصار، مش مقاصد ربنا في حياتي وحياتي ان انا اكون مثلا رئيس وزارة او اكون مدير عام او اكون انسان كذا او كذا او كذا. مقاصد ربنا ان اكون خلاص نفسي وسبب لخلاص اخرين. واخدنا كده يوسف الصديق، يوسف اترمى في البير وراح يسأل عن اخواته، ويوسف اشتغل خدام مذنبوش حاجة، ويوسف اتهم تهمة كذب ملوش ذنب، ويوسف اترمى في السجن ظلم، ويوسف ربنا كان بيعده عشان نمرة واحد
يكون هو رمز للمسيح اللي جه يفتقد سلامة اخواته في العالم واللي اتجرح في بيت احبائه ويكون سبب في انقاذ شعوب الشرق الاوسط كلها من مجاعة كانت هتحل بيه بالحكمة الموهوبة ليه من ربنا. يبقى مقاصد ربنا خلاص نفوسنا. ليه اشيل هم؟ انا قلت لك حاجة واحدة بس اهتم بيها، اقولها مرة تانية، اهتم بان انا ما انفصلش عن ربنا، لان الموت هو الانفصال عن ربنا. اوعى تفقد علاقتك مع المسيح، هو ده الايه الهم الكبير. لكن مدام المسيح معايا فانا حتى في التجربة يبقى وراها بركة. على رأي واحد لما كان يقول لنا كده، هو ان حتى الرغيف العيش يقعد الراجل يعجنه ويوضبه ويحط كده في على البتاع الخشب وينام يسيبه يخمر وبعدين يولع الفرن. اول ما يولع الفرن يسخن، اول ما يحط الرغيف جوه تتم عينيه عليه يستوي الرغيف، لا يزيد حته ولا ينقص حته، لا يطلعه ني ولا يسيبه يتحرق في حته صغيره، لان هو دخل كوه النار دلوقتي. اذا كان الذهب الغالي الثمن يصفى بالنار فكان يكون الإيمان بتاعنا. أنا دلوقتي أشيل الهم في التجربة ولا أشكر ربنا إنه مهتم بي؟ أنا أشكره خالص، أنا عاوز أهتم بحاجة واحدة بس، أهتم لأن أنا ما انفصلش عن ربنا، لأن الانفصال عن ربنا دوت يبقى موت. الانفصال عن ربنا يبقى إيه؟ يبقى موت. وإحنا دلوقتي عرفنا الهم في الحياة العادية بتاعتنا، الكيس والمزجب والعصا، عرفنا الهم في الايه؟ في التجارب كمان. النقطة الثالثة الأخيرة، الهم بسبب الخطية. يجي واحد يقول ده أنا العمر عدى مني خلاص وأنا فات شبابي ما عملتش خير لربنا كويس. وغيري تعرف أنا كان زميلي فلان الفلاني ده دلوقت راهب ولا اسقف ولا بتاع ولا راجل بيصلي كسب الدنيا، انما انا ضيعت شبابي كده وحياتي ما استفدتش منها. بقعد يفكر في الماضي كتير لدرجه انا بقول لك يعني بالاختبار، ناس كتير ساعات في الاعتراف تقول لي ممكن ربنا ينسى لي اللي انا عملته ده كله. يوم المسيح يقول ايه؟ انا جيت عشان خاطر امسح خطايا العالم كله، واكبر خطيه في الوجود مش ممكن تقف قدام قوة الدم بتاعي. ودم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. أنا مش عاوزك بعد النهاردة تقول ربنا هيغفر لي، لا، أنا عاوزك تتكلم بلغة الماضي دايما، تقول ربنا غفرني. عاوزك تتأكد إن الماضي بتاعك مدفوح حسابه على الصليب مقدما، يعني هو على الصليب دفع الثمن، واخد بالك؟ مش دي لسه بيدفع النهارده، على الصليب دفع الثمن بتاع اللي هيحدث في كل الاجيال لكل انسان على مدى البشريه كلها، وحفظ حق كل واحد محفوظ في البنك بتاعه لحسابه. يعني انا خطيتي مغفور ليها مقدما، مقدما مغفور ليها، يعني خطيتي اكبر من الرصيد اللي متحوش لي، مش ممكن، لان دم يسوع المسيح اكبر من كل خطيه. ان كانت بخطيه واحد مات كثيرين، فكان بالاكثر بالنعمه بيخلص كثيرين. وان كانت الخطيه سببت موت، فكان بالاكثر تكون النعمه تسبب حياه اضعاف اضعاف. عشان كده الشخص المسيحي شخص مش شايل هم ابدا من ناحيه الخطيه. انا مش بقول الكلام ده لان الشخص المسيحي مستحسن، لا، بس انا بقول قلبه مليان سلام. خطاياي مغفوره كلها في دم يسوع، خطاياي مغفوره في دم يسوع. الماضي بتاعي كله مرسوم عنده ومسحه كله. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لينا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. أما المستقبل في إيدين يسوع، هو قال لي ما تهتمش بالغد، أنا بكرة ده هشيله ليك.
ساعات واحد يجي يقول لي ابونا انا خايف من الخطايا خالص، انا اقول له صلي الصبح واقول له يسوع انا سلمت لك نفسي وحياتي وتصرفاتي، هيبعد عنك العثرات يا اخي. يقول لي ده انا وانا ماشي في السكه ابونا بتقابلني العثرات والخطيه، هقول له صلي قبل ما تنزل يشيل من سكتك العثره والخطيه. انا عاوز اطمن على مستقبلي اليومي او المستقبل الكبير، انه بدم يسوع وبنعمة يسوع هيكون مستقبل كويس جدا. انا عارف مستقبلي. مرة بولس الرسول قال كده في رسالته لأفسس اصحاح الثاني، المخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فأعدها لنا لكي نسلك فيه. تقول ازاي كده؟ انا مخلوق لأعمال صالحة، اقول لك غصب عنك لازم هتعمل أعمال صالحة. ازاي؟ اصل انت عضو في جسم المسيح، وجسم المسيح ما يعملش غير الصلاح، فانت غصب عنك انت كعضو اوتوماتيك كده لازم هتتحرك بالتبعيه تبع للجسد. ادي مستقبلك، ادي مستقبلك من ناحيه النعمه ان انت عضو في جسد المسيح شخصيا، فمخلوق لاعمال صالحه سبق فعدها لنا. الماضي بتاعك عرفناه خلاص في دم المسيح، والمستقبل بتاعك مخلوق في جسد المسيح لأعمال صالحة سبق فعدها لنا، والحاضر اللحظة الحاضرة. أقول لك بقى اللحظة الحاضرة دي تعمل فيها إيه؟ ما تفكرش غير في المسيح، هو نصيبك. مريم اختارت النصيب الصالح الذي لم ينفع منه، ده في اللحظة الإيه؟ الحاضرة بس. أنا من النهاردة لا أفكر لا في الماضي ولا في المستقبل، أنا عرفت الماضي بتاعي كويس ومصيره، عرفته. وعرفت المستقبل بتاعي ومصيره، أما الحاضر بتاعي دلوقتي عشان أتمتع بيه بالمسيح بتاعي، فأنا عشان كده مش هشيل هم، مش هشيل هم أبدا. وبحاول الشيطان يفكرني بالماضي هقول له ابعد يا شيطان، لأن دم المسيح بيني وبين الماضي، بيني وبين الماضي بتاعي في دم المسيح، ودم المسيح يستطيع أن هو يغسل الماضي كله وما يخليلوش أثر بالمرة. أما مستقبلي فأنا عضو في جسم المسيح مخلوق لأعمال صالحة سبق فعدها لي. أما اللحظة الحاضرة اللي أنا فيها فهذه لحظة سعادتي وفرحي وسلامي الكامل، لأن أنا بفكر في المسيح وحياتي ثابتة في المسيح. إذن يا أحبائي، الهم اللي بتكلموا عليه النهاردة في القرن العشرين مشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل صدقني زي ما قلت لك، مرض روحي ونفسي وجسدي ملوش حلول، عمالين يخترعوا أدوية مهدئة ويخترعوا أدوية تضيع الضيق والاكتئاب والألم والمش عارف إيه، وكل ده المسيح ادانا الدواء في آية واحدة صغيرة، أن لا تهتموا بالغد لأنه من أجل الدين أبدين أبدين.